أهلا بكم. مع دخول العدوان على غزة شهره الثامن، تواصل سلطات الاحتلال حربها على مختلف مناطق القطاع مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى. ومع استمرار العدوان راوحت مفاوضات وقف إطلاق النار مكانها. وفي هذا السياق أفادت مصادر قيادية في المقاومة الفلسطينية الميادين بأن المفاوضات تواجه عقبة كبيرة بسبب رفض الاحتلال التزام وقف إطلاق النار بصورة دائمة. وأوضحت المصادر للميادين أن حماس تصر على أنه لا اتفاق من دون نص صريح على وقف إطلاق النار. وتزامنا خرج مئات المحتجين الإسرائيليين مساء السبت في تظاهرات حاشدة وسط تل أبيب وفي حيفا لمطالبة نتنياهو بالإسراع في التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة. أما على صعيد جبهة الإسناد، فأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب. وعلى جبهة الإسناد اللبنانية، واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة. إذن نبدأ هذه التغطية من الميدان من رفح في جنوب قطاع غزة، ومع مراسلنا هناك أكرم دلول. ولكن اسمح لنا قبل أن نبدأ معك أكرم فقط أن نرحب بضيفتنا هنا في الاستوديو الدكتورة رنا شكر، وأنت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية وعضو في التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين. أيضا معنا في هذه التغطية الدكتور عمر الحامد الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان. والبداية معك أكرم لتضعنا في آخر المستجدات لديك. يعني يرى بالتأكيد يعني هو يوم جديد من أيام العدوان الإسرائيلي 12 يوما بعد المئتين من هذه الحرب المدمرة، ولا زالت رفح في عين العاصفة. جيش الاحتلال ما زال يركز على قصفه للأحياء والمنازل المأهولة بالسكان والنازحين تحديدا في رفح، ويبدو أن هناك رسائل يعني يسعى الاحتلال لتجسيدها على أرض الواقع، الهدف منها الضغط على المقاومة وكذلك على الحاضنة الشعبية لهذه المقاومة، لا سيما في ذروة الحديث الدائر عن مفاوضات تجري من أجل التوصل لاتفاق تهدئة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي يمكن القول أن هناك عددا جديدا من المنازل تم تسويتها بالأرض دون سابق إنذار على من فيها، والضحية بالتأكيد هم النازحين أو هم النازحون بالأحرى، على اعتبار أن هؤلاء النازحين ذهبوا يعني إلى أكثر من وجهة في قطاع غزة، كانوا في شمال القطاع شردوا إلى وسط القطاع أو ما تسميه إسرائيل بجنوب الوادي باعتباره منطقة آمنة، قصفوا هناك وبالتالي لجأوا إلى خان يونس، تم قصفهم في خان يونس، واليوم يتم استهدافهم وملاحقتهم في رفح على مرأى العالم أجمع. منزلان على الأقل شرق رفح، أحدهما لعائلة الشاعر والآخر لعائلة بهلول دمرا، وهناك عدد من الإصابات نتيجة هذا القصف الإسرائيلي. مع العلم أن كل منزل يعني يارا يتم قصفه تحديدا في رفح عادة ما يؤدي إلى ارتقاء مواطنين شهداء وكذلك إصابة آخرين من الذين ذهبوا إلى خيام لتأويهم، وهذه الخيام بالمناسبة موزعة في كل مكان، لكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مصرا أمام صمت العالم وهذا الدعم الأمريكي والغربي لعدوانه على غزة على مواصلة عدوانه وحربه في استهداف هؤلاء النازحين في منطقة كان يفترض أن تكون آمنة، ولكن كما نؤكد منذ 7 أكتوبر وحتى الآن يعني بعيدا عن كل ما يسعى الاحتلال لتضليل العالم بشأنه، لا مكان آمن في قطاع غزة. بقية المناطق في قطاع غزة شهدت قصفا سواء في خان يونس التي استهدفت فيها عدة منازل من بينها منزل أحد الصحفيين، أو في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي قامت قبل قليل الطائرات المروحية الإسرائيلية بإطلاق النار حتى على بعض المواطنين الذين خرجوا أو حاولوا الهروب من الجو الحربي وكذلك الوضع النفسي السائد من خلال الذهاب إلى شاطئ البحر، لكن الطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت النار عليهم في محاولة منهم لتفريقهم، وهذا ربما هو ديدن الاحتلال في كل مرة. نحن نتحدث عن أن الأهالي يعني سئموا هذا العدوان وبالتالي لجأوا إلى شاطئ البحر رغم القصف من الزوارق الحربية، ولكن هذه المرة تدخلت المروحيات في محاولة لقتل كل روح الحياة هنا في قطاع غزة.
كذلك المنطقة الوسطى من قطاع غزة شهدت غارات سواء على البريج أو الزوايدة أو المغازي أو حتى على مخيم النصيرات، تم استهداف عدد من المنازل، كان هناك عدد من الشهداء والجرحى، إلى جانب القصف المدفعي الذي يكاد لا يتوقف على بلدتي المغراقة وأيضا الزهراء القريبتان مما يعرف بمحور نتساريم. وبالحديث عن محور نتساريم نتحدث عن ضربات على مدار الساعة توجهها المقاومة الفلسطينية على هذا المحور. يارا، كنا نتحدث في الأيام الأخيرة عن أن جيش الاحتلال الذي يفصل عبر هذا المحور محافظات القطاع عن بعضها البعض يتعرض يعني إلى ضغط هائل وكبير، على اعتبار ألا يعني أو أنه لا يوجد أي ملاجئ لجنود الاحتلال، قوات الاحتلال والدبابات العسكرية مكشوفة للمقاومة سواء من ناحية الشمال وهي المنطقة المحاذية لأطراف حي الزيتون، أو من ناحية الجنوب وهي المنطقة المحاذية للمغراقة والزهراء. على مدار الساعة كما كل من كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان عن يعني قصفهما لهذه الدبابات الإسرائيلية وكذلك التحشيدات العسكرية، ويبدو أن المشاغلة أصبحت ضمن خطة موضوعة من قبل المقاومة الفلسطينية لجعل الاحتلال مرتبكا، وهو هكذا في الميدان وفق روايات شهود العيان القريبين من هذه المناطق القريبة من نتساريم، يتحدثون عن أنهم يعني من فكوا على مدار الساعة يلاحظون تغييرا لمواقع ومواضع الدبابات وكذلك الأليات العسكرية الإسرائيلية وحتى الجنود المتمركزون على هذا الخط المكشوف. ويبدو أن المقاومة أعدت بالفعل خطة محكمة ليعني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ربما وصولا إلى انسحابه من هذه المنطقة. على صعيد الأوضاع الميدانية في مدينة غزة والشمال، هناك قصف إسرائيلي أدى في الساعات الماضية إلى استشهاد سيدة فلسطينية واثنين من أبنائها في منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون. هذه المنطقة تتعرض على الدوام إلى القصف بالمدفعية، وكذلك هناك قصف لعدد من المنازل في وسط مدينة غزة وفي شمالها. يمكن القول أن الأوضاع تتجه نحو المزيد من التصعيد في ظل هذا التخبط الإسرائيلي الكبير، ويعني جيش الاحتلال كما هو معلوم غارق في غزة، لم يحقق أي من أهداف عدوانه وحربه المدمرة رغم هذه المدة الطويلة، وبالتالي يبدو أننا سنكون على موعد مع مزيد من التصعيد، لا سيما في ظل يعني الأنباء التي تشير إلى أن المقاومة بين قوسين وضعت نتنياهو في الزاوية، وهي ربما موافقة على المبادرات المطروحة لوقف العدوان، لكنها تشترط يعني نصا صريحا بوقف هذه الحرب المدمرة التي أتت على الأخضر واليابس وقتلت الشجر والحجر والبشر هنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك أكرم دلول مراسل الميادين، كنت معنا من رفح جنوبي قطاع غزة. إلى نسرين سلمي مراسلة الميادين معنا من الضفة الغربية لتضعنا أيضا في آخر التطورات في الضفة الغربية. أهلا بك نسرين. صباح الخير يا رب. صباح النور. قوات الاحتلال كانت شنت حملة اعتقالات ومداهمات في أكثر من مدينة وقرية فلسطينية في ساعات فجر هذا اليوم. أبرز هذه الاقتحامات كانت في مدينة نابلس التي اقتحمت فيها حي التعاون وحي رافيديا ومنطقة راس العين، شنت فيها حملة اقتحامات مداهمات، أطلقت قنابل الغاز وقنابل الصوت باتجاه منازل المواطنين، الشبان اشتبكوا معها تحديدا في منطقة التعاون. هدف العملية كان اعتقال المسن عيد الدردوك، وهي المرة الثانية الذي يتم اعتقاله خلال أسبوع على ما يبدو في محاولة للضغط على أحد أقربائه لتسليم نفسه. العملية استمرت لأكثر ساعة قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من مدينة نابلس. أيضا قوات الاحتلال كانت اقتحمت قرى عديدة في محيط مدينة نابلس، من بينها قرية قصرة، الجاروشية، قرية مادمة، قرية بيت فوريك، قرية يتمة، نفذت فيها حملات اقتحام ومداهمات للأحياء الفلسطينية والحارات الفلسطينية في تلك القرى دون تبليغ عن أي عملية اعتقال. قوات الاحتلال أيضا في جنوب الضفة الغربية اقتحمت مدينة الخليل ونفذت فيها حملة اعتقال طالت مواطنا فلسطينيا وانسحبت منها. كذلك اقتحمت بلدة بيت أمر، وهي بلدة تتعرض يوميا لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال، مداهمات في المحال التجارية، محاولات الاستيلاء على أجهزة التسجيل المحال التجارية، الفيديوهات لمعرفة من يقوم بإلقاء الحجارة من طلبة المدارس تحديدا في ساعات الصباح عندما يتوجهون إلى مدرسهم، خصوصا أن هناك برج عسكري وحاجز على مدخل المدينة يشكل استفزازا للمواطنين. وبالتالي قوات الاحتلال يوميا تقتحم البلدة في محاولة للحصول على هذه التسجيلات والقيام بحملات اعتقال. أيضا قوات الاحتلال قامت بمداهمة بلدة تلفيت وبيت فوريك إلى الجنوب من
مدينة نابلس، وشنت فيهما حملة مداهمات في بيت فوري. كان هناك إصابة برصاص قوات الاحتلال، من إصابة لشاب كانت وصفت إصابته بأنها متوسطة. في ساعة متأخرة من ليلة أمس كان هناك مسيرة انطلقت من ضاحية أشواكة باتجاه منزل الشهيد تامر الفقهة الذي ارتقى يوم أمس في الاشتباك المسلح الذي دار في قرية دير الخصون، وقامت قوات الاحتلال بقصف المنزل على مكفيه. وطبعا احتجزت جثامين الشهداء الأربعة الذين أخذتهم من داخل المنزل، فيما بقي جثمان الشهيد الخامس غير معروف حتى هذه اللحظة. المسيرة أكدت على استمرار المقاومة، طالبت بالثائر، وطبعا قدمت المساندة لعائلة الشهيد تامر الفقهة الذي يعتبر من القيادات حركة حماس في منطقة شويكة في طول كرم. شكرا جزيلا لك نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من رام الله. إذا مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهره الثامن، يستمر إخفاق نتنياهو في بلوغ مراده، وليس أمامه إلا التفاوض على صفقة لوقف حربه، وهو ما مهدت له جولات القاهرة بمقترح مصري. لا يزال مصيره معلقا على إذعان تل أبيب لمطالب المقاومة الفلسطينية. محمد بو عبد الله. في البدء لا تفاوض مع حماس، بل اقتلاعها بالحرب جذريا من القطاع، واستعادة المخطوفين أحياء بالقوة، ثم الإبادة جماعيا لأهل غزة سعيا لهدف ثالث هو التهجير قسرا بنكبة ثانية. وها هو نتنياهو اليوم على أعتاب شهر ثامن لم ينل مما سبقه من أشهر العدوان سوى حصاد التفاوض بشروط المقاومة الفلسطينية، وما تبقى من أمنياته ظل سرابا بعناده. واللوم واقع عليه لا محالة في مقتل عشرات من أسراه في غزة، فيما مصير بقيتهم رهن بمفاوضات القاهرة، حيث يجري الحديث عن تحول مثير وغير مسبوق قد يفضي إلى اتفاق محتمل. فإن بات خلفه مسار التفاوض بتدبير تحميل حماس مسؤولية إخفاقه، كانت أمامه تظاهرات مستمرة ضاغطة، فما تراجع يوما مطلب استعادة الأسرى بصفقة عاجلة غير آجلة. وسبت الناقمين على حكومة الحرب شاهد يختصر ما آلت إليه أهداف نتنياهو من خلو الوفاض، فحتى المتحقق جرى إفراغه من مضمونه، يقدر الأمر إعلام الاحتلال شاهدا هو الآخر مقرا بذلك. وأن له الإنكار بالمكابرة، وقد سدت سبل حفظ ماء وجه نتنياهو، وقادة الاحتلال متخاصمون أيهم على صواب، فيما الصواريخ تضرب الأراضي المحتلة من غزة بعد 7 أشهر. قصفت القسام تجمعات للاحتلال قرب كيبوتس نريم، ثم كان جنوده في محور نتساريم بوسط القطاع هدفا لعمليات فصائل المقاومة، أعقبها أنباء عن نقل الاحتلال جنودا إلى المستشفى. ويتضيق السبل وتقطع في غزة مهما توعد نتنياهو مهددا باجتياح بري لمدينة رفح. يشتد خناق الإسناد لغزة على كيان الاحتلال، وتتسابق على شرفه جبهاته في لبنان واليمن والعراق. وذاك دعم لا ينقطع ما دام العدوان، بل يكرر صوغ معادلات المواجهة بعمليات متراكمة الإنجاز، حيث الحضور في حد ذاته تثبيت لواقع جديد تنتقل به جبهة اليمن مجددا إلى تصعيد وشيك. إنها رابعة المراحل بإدخال البحر المتوسط في المعادلة، وما بعدها مراحل مرتبطة بالتطور في رفح وباستمرار العدوان الآثم على قطاع غزة. وعليه أي العدوان تنتفض جامعات الغرب وغيره، وتلك خسارة أخرى لإسرائيل لا تقل أهمية عن خسارتها استراتيجيا وسياسيا وإعلاميا، فما عادت هي نفسها إسرائيل ما قبل الطوفان. محمد بو عبد الله، الميادين. نجدد الترحيب بك دكتورة رنا شكر، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، عضو في التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين، وأيضا بضيفنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمر حامد. ونبدأ معك دكتورة رنا بآخر جولة من هذه المفاوضات، يعني المقاومة الفلسطينية، فصائل المقاومة الفلسطينية حماس أبدت مرونة كبيرة في هذه المفاوضات، إلا أنها تصر على يعني وضع او على يعني تشترط ان يكون هناك نص صريح لوقف اطلاق النار. بالتالي كيف يمكن ان تتعامل اسرائيل مع هذه المرونه التي ابدتها المقاومه، ولكن ضمن شرط وقف اطلاق النار؟ بدايه صباح الخير، صباح النور ضيفك الكريم وللمشاهدين. لا شك ان اليوم
حركات المقاومة الفلسطينية تبدي بعض المرونة في ما يتعلق بالصفقة الأخيرة لوقف العدوان على غزة، وتشترط وقف نص صريح لوقف إطلاق النار، لأن كل ما نصت عليه هذه المبادرة اليوم هي تفتقد لهذا النص الصريح، وهناك مخافة من أن تعود إلى الأمور إلى نصابها من بعد أن يرتاح الجيش الإسرائيلي وتعاود هذه ويأخذ أسراه وإلى ما هنالك ليعاود اجتياح رفح وإلى ما هنالك. ولكن اليوم لابد أن نشير إلى أزمة كبيرة تحصل في إسرائيل، وعلى رأس هذه الأزمة هو رئيس حكومتها نتنياهو. اليوم يدرك جيدا بنيامين نتنياهو أنه هو مفلس على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد العسكري، وعلى الصعيد الاجتماعي، بداية من الداخل الإسرائيلي، بحيث اليوم يعتبر بنيامين نتنياهو من أكثر رؤساء الوزراء الإسرائيليين المكروهين في الداخل الإسرائيلي قبل أن يكون مكروها على الصعيد العالمي. لذلك اليوم هناك مطالبة كثيفة من خلال المظاهرات التي تقوم يوميا في إسرائيل وفي تل أبيب لمطالبته بوقف العدوان على غزة، وهو محرج اليوم للذهاب إلى هذا الموضوع. بالتالي أيضا عملية عدم القبول أو عدم القبول بهذه الصفقة وعدم القبول بهذا الشرط سوف يحرج بنيامين نتنياهو أيضا على المستوى العالمي، لأن اليوم أيضا بنيامين نتنياهو بما قام به من أعمال في عدوانية في غزة خسر الكثير من أصدقائه، سواء من أصدقائه في الجوار العربي أو أصدقائه على المستوى العالمي. وقد تصاعدت في الأيام الأخيرة عمليات قطع العلاقات مع إسرائيل، سواء قطع علاقات اقتصادية، سواء منع تصدير أسلحة، وأيضا هناك أزمة اقتصادية كبيرة يعاني منها اليوم الداخل الإسرائيلي من خلال تمويله للحرب، من خلال الميزانية المفرطة التي اليوم يدفع قروض عالية مقابل فوائد عالية مقابل القروض الذي يأخذها لتمويل الحرب، هذا إضافة إلى حركات المقاطعة الاقتصادية، حركات المقاطعة البضائع الإسرائيلية، كل هذه الأمور، حركة النازحين الذين نزحوا من داخل إسرائيل وما شكلوه من عبء اقتصادي. إذن اليوم كل هذه المحاور بالإضافة إلى الانقسام الداخلي ما بين اليمين واليسار وبين المعارضة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية ومعارضة رئيس الحرب ورئيس وزير الدفاع مع بنيامين نتنياهو مقابلة مع الشارع الإسرائيلي. لذلك اليوم بنيامين نتنياهو محرج أكثر فأكثر للقبول بهذه الطلبات لحركة المقاومة حماس، لأن حركة المقاومة لن تقبل بعد ما قدمت به إلى اليوم أن يكون هناك نوع من هدنة مؤقتة لا نعلم ما بعد الهدنة هل يكون إعادة لملمة للصفوف الإسرائيلية، أو ربما هذه الهدنة كما يقولون البعض سوف تذهب إلى وقف إطلاق نار نهائي. لذلك يجب أن يكون هناك ضمانات، إذا لم يكن هناك من إعلان واضح كنص واضح لوقف إطلاق النار، إنما ضمانات كبيرة من العالم ومن الدول التي تحيي أو القيمة على هذه اللقاءات وهذه الحوارات للوصول إلى الهدنة أن تتقدم وتتعهد بنص صريح، هذا النص الصريح يؤدي إلى وقف إطلاق النار. عدا ذلك ربما من يعرقلها من يريد أكثر عرقلة هذا الأمر هو بنيامين نتنياهو نفسه. لماذا؟ لأن بنيامين نتنياهو يرى نفسه مفلسا كما قلت على الصعيد العالمي، فبالتالي هو يعتبر أن من بعد الهدنة أول ما تقوم به إسرائيل هو التغيير في الحكومة وتغيير بموقع بنتنياهو وربما اقتياده إلى محكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بجرائم الإبادة الجماعية. دكتور عمر، يعني هل من الممكن أن يحدث خرق في هذه المفاوضات؟ بطبيعة الحال إسرائيل تمر بأزمات لم تحقق بالفعل يعني سوى الدمار وقتل المدنيين في غزة، لم تستطع القضاء على المقاومة ولن تستطيع يبدو يعني القضاء عليها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية المحتلة، بالتالي كيف يمكن أن تتعامل إسرائيل وهل يمكن أن تقدم ضمانات للمقاومة الفلسطينية بوقف هذا العدوان المستمر الذي دخل شهره الثامن؟ تحية للميادين مخرجا وكادرا ولك والدكتورة رنا. أهلا بك. هي القصة في النجاح في محور المقاومة في إدارة المفاوضات. ذلك أن الذكاء في تخفيف الحدة في مطالب المقاومة الفلسطينية بذكاء خففت الحدة بالمفاوضات لتحرج نتنياهو إحراجا كاملا. هل نتنياهو عنده النية للذهاب إلى صفقة تبادل؟
برأيي أنا بالتأكيد لا، هو لا ينوي ولا لديه أي ذرة اهتمام في أن ينهي الحرب، لأنه إنهاء الحرب يعني إنهاء وجوده السياسي والذهاب به إلى السجن أو اللحاق بالانتحار، الالتحاق بهتلر انتحارا مع الاحترام للأخير. فإدارة المقاومة والمفاوضات بذكاء تحرج نتنياهو إحراجا شديدا، وتنم عن أن محور المقاومة ذكي في التخطيط، ومحور المقاومة منسق في غرفة العمليات المشتركة، منخرط متداخل وفق إيقاع منسق من إدارة العمليات المشتركة في محور المقاومة. ألم يقل سماحة السيد حفظه الله إن نحن نخوض هذه المعركة برؤية نصر واضحة آتية ثابتة ومشرقة؟ الموضوع موضوع إدارة الوقت. إسرائيل دأبت في الفترات السابقة، هذا الكيان اللقيط الذي تعاون مع النظام السياسي العربي لمدة 7-8 عقود، هذا الكيان الآن يواجه معركة قاسية لم يشهدها بتاريخه ولن يشهدها، مش ما راح يكون عنده مرة أخرى لشهادة هكذا معركة. هو متعود أن يخوض بطيرانه أسبوع أسبوعين، 90 يوم ماكسيمم كما حدث في 1982. الآن عنده رجال يقاومونه بحدة وذكاء، وإدارة المعركة هي التي تحدد ما يجري الآن من المفاوضات. ليه؟ هو بلينكين هذا نفسه الذي الآن يعتبر حاله طرف بالمفاوضات، ألم يأتي باليوم الواحد اليوم الأول من 7 أكتوبر وقال أنا يهودي وآتي بهذه الصفة؟ وهو كان من أكثر المحرضين على دمار المقاومة وتصفية قادتها وإنهاء الوجود الفلسطيني في غزة. الآن هو وأوستن بالأيام الأولى وزير الدفاع الأمريكي العسكر فهموا اللعبة، فهموا أن إسرائيل دخلت في معركة خاسرة وبالتالي انهارت قواتها من أول يوم. أوستن قال إحنا نأتي لتنسيق الأمر ونصح نتنياهو بعدم الذهاب إلى هذه الحرب وعدم دخول غزة من أصله. فالآن الكيان اللقيط كل جيشه متورط في رمال غزة، وهو زي الفزاعة، يعني عامل رفح زي الفزاعة، هو فرح رفح وفرح هي فزاعة لنتنياهو. يا أخي خليه يدخل فرح، خليه يدخل إلى رفح لنفرح نحن. يعني هو إذا أقدم إلى دخول رفح ماذا سيستجد؟ هو أخذ المناطق الأخرى، صار عندنا الحاجز بين شمال قطاع غزة نتسريم وشماله، الآن صار هدف يسير للمقاومة ليلا نهار. نعم. كنا ندفع ضحايا ليلا نهار مشان نجتاز الحدود حتى نقاتل اليهود، هم جابونا يوم إلى غزة لقتالهم. عندنا مأساة شوية في موضوع مأساة كبيرة في قتل المدنيين ومعاناة الشعب الفلسطيني بالجوع والقتل، وهذه ورقة رابحة إلا أنه يقابلها أوراق أخرى في الداخل والخارج لا مجال لتفصيلها، إلا أن الثورة العالمية ضد الكيان مهولة رهيبة استراتيجية وستغير وجه التاريخ. أنا أؤكد لك غزة فلسطين ستنتصر وستغير وجه التاريخ ووجه الحريات في العالم والمنظمات الدولية. نعم، هي بطبيعة الحال يعني بداية المعركة تجاه زوال إسرائيل، ولكن يعني بالحديث عما ذكره الدكتور حامد عمر الحامد تحدث عن ذكاء لدى المقاومة بإدارة هذه المفاوضات، ما هو وضع الفصائل الفلسطينية على رأسها حماس في هذه المفاوضات؟ إذا ما يعني كنا تحدثنا بأنه نتنياهو مأزوم اليوم ومحرج أمام الإسرائيليين وأمام المجتمع الدولي بعد هذه الجرائم، ما هو وضع الفصائل الفلسطينية في هذه المفاوضات؟ على أي أرضية يمكن أن تبني ردها التي تعتزم أن ترد به على المقترحات؟ اليوم تنطلق هذه المقاومة الفلسطينية من أول صفة، هي صفة النصر. إنما اليوم
بنيامين نتنياهو بكل ما فعله في غزة وكل المجازر التي قام فيها لم يستطيع أن يقضي على حركات المقاومة الفلسطينية الذي أعلن عنه منذ البداية. بالتالي تدرك حماس جيدا أن الداخل الإسرائيلي وأن بنيامين نتنياهو تحديدا والجيش الإسرائيلي هو منهك، وهو نعم. قام أيضا بسحب قواته من غزة بعدما وجد أن هناك إخفاقات لدى هذه الجنود العسكريين، وهناك تعب وهناك إلى ما هنالك معارضة من قبل الداخل بعدم الالتحاق بين جنود الاحتياط بما يقوم به من أعمال عدائية في غزة نتيجة للوضع النفسي ونتيجة للوضع العسكري لهؤلاء الجنود. إذن حماس تدرك جيدا أن أي عمل عسكري سوف تقوم به إسرائيل وعدم الذهاب إلى وقف لإطلاق النار سوف يكلفها أكثر فأكثر، وأن اجتياح رفح هو ليس بالورقة الهينة، إنما انعكاساته ستكون أصعب بكثير مما قام به إلى حد اليوم من هذه الجرائم، لأن حجم الجرائم سوف تزيد، الحصار الدولي على نتنياهو وعلى حكومته سوف يزيد، والمطالبة في الشارع والحراك العالمي سوف يزيد أكثر فأكثر. لذلك المقاومة الفلسطينية انطلقت من هذا المبدأ وانطلقت من هذا الدعم العالمي من جبهات المساندة الذي ساندتها على مر 8 أشهر لتقديم الدعم العسكري ولوحدة الصفوف وتثبيت هذه المعايير الخاصة بالمقاومة وبمناهضة الاحتلال الإسرائيلي. هذا اليوم عطاها دافع أكثر، أدافع بكثير مع كل هذه الجهود التي تصب حول العالم لدعم القضية الفلسطينية والوعي بفلسطين الذي كان عبر العصور أو عبر فترة زمنية من التاريخ بدأ السكوت عنه. هذه الانتفاضة وهذا التغيير منذ 7 أكتوبر إلى حد اليوم سوف وضع حماس على هذه الخارطة، وضع على موقع القوة والمطالبة من موقع القوة. لماذا المطالبة من الموقع القوة؟ لأن ضعيف لا يشترط عندما يكون منهك وعندما يكون إنما الضعيف هو الذي يضع هذه الشروط وهو من يتحكم في مسار المفاوضات. الذكاء الذي قال عنه الدكتور وهذا الذكاء الذي تقوم به اليوم حماس والفصائل الفلسطينية بإدارة المفاوضات، هذا الذكاء ينم عن الربح، لأن الرابح هو من يضع هذه الورقة وهم من يتحكم ببنود الاتفاق. بنود الاتفاق بكل ما يتم هناك الكثير من النقاط الجيدة فيه بما يتعلق ب إعادة الأعمار وبما يتعلق بعودة النازحين وبيتعلق بتبادل الأسرى، وكل هذه المراحل هي مراحل جيدة هي لصالح فلسطين ولصالح الحركات المقاومة. يبقى عالقا هذا البند الأساسي، ونحن نرى أن إسرائيل هي ملزمة أكثر فأكثر للذهاب في هذا الموضوع. إذن التعامل الفلسطيني من هنا التعامل من مبدأ انتصار، من منطق قوة، من منطق الصمود، منطق الثبات، هو الذي أوصل اليوم حركة المفاوضات إلى هذا الخط. ولولا الثبات ولولا الدعم رغم كل هذه الدماء التي سقطت إلى حد اليوم، هذه الدماء هي صحيح روت أرض فلسطين لتكون وجهة تغيير في المستقبل القريب ووجهة تغيير تاريخية بمنح العلاقات اليوم مع العلاقة بالقضية الفلسطينية باليوم وصول هذه القضية الفلسطينية إلى مختلف دول العالم إلى الصغير قبل الكبير ليطالب بحقوق هذا الشعب وبحقه بدولته وبحقه بالعيش عيش كريم دون الاحتلال ودون تدمير ودون كذا. نعم. دكتور عمر، يعني هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن واشنطن تضغط على إسرائيل للرد على هذه على المفاوضات وعلى أيضا شرط حماس لوقف إطلاق النار. ما حقيقة مثل هذه الضغوط من قبل الولايات المتحدة وما يحكى عن ربما تباعد بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بملف المفاوضات وأيضا العملية في رفح؟ هي لأول مرة فعلا تضغط على الكيان اللقيط، وذلك من أجل مصلحته، لأنه أي تمادي أو ذهاب إلى الحرب أو تصعيدها يعني نهاية الكيان. أمريكا تدرك ذلك جيدا وهي على اطلاع تام بذلك. هلأ ماذا كان موقف أمريكا عند بداية الحرب؟ كان موقف أمريكا واضح اللي هي القضاء على المقاومة وإنهائها بطريقة أو بأخرى. هلأ الأسلوب الأمريكي في القتال يعني إذا استطاع بالقوة استطاع، وإنما وإذا لم يستطع فسيذهب إلى عملية الإقناع والسياسة. وهنا خليني أقفز على نقطة شوية بعيدة عن الموضوع اللي هي ميناء غزة. أنا أخشى
أن استعجال الأمريكان طبعا لغايات طبعا في الداخل الأمريكي والانتخابات وثورة الطلاب وإما، لكن من بعض الأهداف أيضا أن هنالك ميناء في غزة، هذا الميناء قد يستخدم بعد وقف إطلاق النار إلى غايات مجرمة، ذلك أن الأمريكان معروفين يعني هي تمنع مجرم يمنع مجرم من القتال، البايدن أكبر المجرمين، أمريكا عندما دخلت البلاد قتلت 35 مليون من الهنود الحمر، بدي أقفز أتجاوز عن جرائمها للأمريكان في العراق وليبيا ولكن وأذهب إلى التشاجوس اللي هي في الأرخبيل في المحيط الهندي، هذا الحكي 1968 دخلت إلى الجزيرة قتلت أهلها وشردتهم ومن تبقى حطتهم بسفن وأخرجتهم خارج البلاد، الهدف قاعدة متقدمة لمهاجمة العراق وشمال سوريا. شوف الآن الأمريكان هم يلهثون لغايات وقف إطلاق النار، وذلك ليس محبة فينا أو حفاظ على ما وصل إليه 155 بين جريح وشهيد ومفقود، لا هم قتلهم ونتنياهو أكبر القتلة، لكن هم يبحثون لغاياتهم هم ولغاية الكيان، خاصة أنه هذا هو الوقت المناسب، كلام خطير، هذا هو الكلام هذا هو الوقت المناسب لمحور المقاومة لكنس هذا الكيان وإلى الأبد، ذلك أن الظروف الدولية الإقليمية وبعض الأعراب والحالة العسكرية للكيان كلها مواتية، ما عنده عسكر، فذلك الوقت المناسب للانقضاض على الكيان وخلصنا من هذه المزبلة. نعم، طيب دكتورة رنا بالتوازي يعني مع هذه المفاوضات في محور المقاومة وجبهات الإسناد رأيناها تتوسع، اليمن أعلنت عن مرحلة جديدة، في العراق استهدافات جديدة، وجبهة الإسناد اللبنانية أيضا يعني تتوسع وتتصاعد شيئا فشيئا، كيف يمكن فهم ذلك في ظل يعني مسار المفاوضات أيضا بالتوازي معه؟ هذه الجبهات لم تتوقف منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، إذا منذ 7 أكتوبر إلى اليوم هذه الجبهات كانت تتطور تصاعديا يوم بعد يوم حسب معطيات وحسب الساحات وحسب الظروف القائمة. اليوم كل هذه الرسائل تقدم وكل هذه الدول الذي قام المبعوثين الأمريكيين والمفادين الخارجيين للتعاطي معهم لوقف إطلاق النار للوصول إلى تسوية لعدم المساندة فشلت وكلها ارتبطت ببند واحد هو وقف إطلاق النار في غزة، إذا لن تتوقف هذه الجبهات عن مساندة لم تتوقف يتوقف وقف نهائي لإطلاق النار والعمليات القتالية في غزة، بالتالي هذه الرسائل سوف تنقل يوما بعد يوم أننا كلنا اليوم كمحور مقاومة كدول داعمة لهذا الخط نجد نفسنا صفا إلى جانب الفصائل الفلسطينية، صف هذا الصف هدفها الرئيسي هو الوصول إلى النصر وهدفها الرئيسي هو هزيمة إسرائيل والرد عليها بكل هذه الجرائم التي ارتكبتها. هذه الرسائل من تصاعد للعسكري يوما بعد يوم لتوصيل الرسالة للجانب الإسرائيلي وللعالم الذي تقوده للمفاوضات عبر الولايات المتحدة الأمريكية كونها الدعم الرئيسي لإسرائيل وكونها كما قلنا أنها هي تتلطى وراء هذا الموضوع أنها هي أيضا محرجة من عدم وقف إطلاق النار إلى يوم، أننا لن نتوقف عن المساندة ما لم يتوقف إطلاق النار في غزة، وهذه الرسائل كانت يعني على مر كل هذه الأشهر ترد يوما بعد يوم للمفاوضين الأمريكيين والأوروبيين الذين كانوا يزورون المنطقة، بالتالي هم يعرفون جيدا أن حتى الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى جبهات المساندة تعرف جيدا أن الجيش الإسرائيلي واليوم لا يستطيع القتال على جميع الجبهات، وهذه دراسات إسرائيلية وقامت الصحف الإسرائيلية بالحديث عنه أن كل هذه الجبهات اليوم المفتوح أن يفتح الإسرائيلي حربه على 7 جبهات لن يستطيع أن يقوم بهذا الموضوع نظرا للضعف كما قلنا بالقادر العسكري اليوم اللي هو موجود. نجد هذا الأخفاق قد حصل في غزة مما أدى إلى انسحابه. فكيف اليوم يريد الإسرائيلي أن يحارب على جميع الجبهات وأن يقوم بالرد على كل هذه الجبهات المساندة وهو يوم بموقع ضعف عسكري يحتاج إلى لمن بصفوفه ويحتاج إلى دعم أيضا عسكري أكثر فأكثر يطلبه من الغرب ويطلبه من الولايات المتحدة الأمريكية لتزويده بالأسلحة الذكية للاستمرار بحربه تجاه غزة. إذن عملية الضعف الذي
يشعر به الإسرائيلي هي هذه العملية استفادت بها بشكل كبير، وهذا يعود النصر فيه والفخر فيه لهذه الجبهات التي استطاعت رغم من قلل من أهميتها في البداية أنها لن تفعل شيئا وأن سيكون هناك من رد إسرائيلي حاسم وأن هناك إسرائيل سوف تقوم بالاجتياحات وسوف تقوم بالحروب، وقد رأينا أن إسرائيل لم تستطع بأي عمل من أعمالها أن تقوم بهذه الحروب. هذا يعود إلى نظرية الردع وما استطاعت فيه هذه الجبهات من تثبيت لمعادلة جديدة بالردع هو وبموازين القوى أنها حاضرة، أنها موجودة، أنها تستطيع القيام بعملية استباقية، أنها تستطيع التحرك بسرعة، أنها تستطيع أنها بجهوزية تامة للقيام بعمليات خاطفة وبعمليات سريعة ووقف هذا الاحتلال ووقف هذا العدوان على خط معين لم يستطع إلى حد اليوم أن يتجاوزه أبعد من حدود ربما نرى في لبنان، نرى في العراق بعض الضربات الذي يقوم بها، إنما هو هذه الضربات فقط لحفاظ ماء الوجه بعد أن تم تشريد معظم سكان الشمال من إسرائيل، وأيضا تم تعطيل معظم البواخر ومعظم الصفقات الاقتصادية والعسكرية التي تسرع عبر البحر الأحمر، وأيضا من العراق وخلال ضربته، وأيضا إيران وما قامت به بالرد الذي كمان جاء أيضا جعل من موازين من نظرية الردع وموازين القوى. ولأن الوضع سيصبح أصعب في شمال فلسطين المحتلة، لأنه يعني نحن نعرف بأنه مع بداية الصيف هي مناطق سياحية ويعني تجذب موارد اقتصادية كبيرة لإسرائيل عبر السياحة. الآن هناك تهديدات، هناك تهديدات، وأيضا إسرائيل تدفع ثمن هذا الموضوع لأن معظم سكان الشمال هم يدفعون لهم وينفقون عليهم في الأوتيلات وفي الفنادق كي يستطيعون تقديم لهم نوع من الخدمة مقابل نزوحهم من شمال إسرائيل، وهذا ما يشكل أيضا عبء اقتصادي كبير بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي الحاد الذي اليوم أمام إسرائيل بهذا الوضع العدواني الذي تقوم به. دكتور عمر، يعني إلى أي مدى تعطي جبهات الإسناد المختلفة زخما لفصائل المقاومة الفلسطينية لناحية التفاوض، لناحية أيضا يعني التفاوض من موقع الانتصار، وأي دلالات لتوسعها في الفترة الأخيرة؟ يعني قبل أيام حتى في البحرين كان هناك عملية تم استهداف فيها مقر الشركة المسؤولة عن النقل البري في كيان الاحتلال في مدينة أم الرشراش، بالتالي يعني تتوسع الجبهات وتدخل أيضا جبهات إسناد جديدة. إضافة إلى البعد العسكري في هذا الموضوع وهو الأهم طبعا، لأنه power is justice، القوة هي العدالة عند واحد زي الكيان اللقيط. إضافة إلى هذا البعد فإن محور المقاومة وهذا هو الأهم. اسمح لي فقط أن أشير إلى أن هذه الصورة على شاشة الميادين هي لقصف يستهدف مدينة غزة قبل قليل. إذن تفضل دكتور أكمل، أعتذر على المقاطعة. يعني الإضافة إلى البعد العسكري للجبهات المساندة، الأهم فيها الاستراتيجية في التنسيق، الصدق، الأداء، وغرفة العمليات المشتركة حتى بالمفاوضات. حتى بالمفاوضات الآن غرفة العمليات المشتركة لمحور المقاومة متداخل. قبل أن تبدأ هذه الحرب وكنا نتحدث عن جبهة العراق أو اليمن كانت يعني أي كلام، يعني الجبهة الشمالية اللي هي جبهة حزب الله كانت هي الفعالة ولا زالت، إلا أنه برز عندنا دور اليمن السعيد الذي يعني أعطى الأمة العربية نفحة من بقايا ما تبقى من عرب، ما تبقى من عرب. ذلك أن اليمن أنقض هذه السمعة، وما يشهده اليمن من تصاعد بفرض العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي على الكيان اللقيط هو شيء مبهر ونتائجه فعالة. ذلك أن هذا المحور في اليمن يعني فعال جدا، إضافة إلى الهجوم من العراق والجيش الشعبي العراقي ومحور المقاومة من الشمال. في ملاحظة مهمة أنه الكيان اللقيط مصر على الكذب، وهذه بشرة جيدة. ذلك أن نتنياهو المأزوم هو مأزوم من كله، هو إله يتعامل مع زعماء النظام السياسي العربي من 1996 فأشبعوه كذبا فصار أكذب منه، صار هو يعني بطل في الكذب، يعني سنجتاح غزة، سنحرر الرهائن بالقوة، كل الأهداف التي تحدث عنها انهارت. ذلك أن التفاعل بمحور المقاومة بهدوء، ذكاء، صدق،
شوفي عملية عرب العرامشة اللي صارت بأداها حزب الله بذكاء ودقة وبعد استراتيجي واستخباراتي قتلت حسب الإعلام الإسرائيلي 20 بين قتل، عمليا ممكن يكونوا 50 أو 70. الكيان لا يعلن عن الإصابات والضحايا. امبارح في غزة في هجوم في 5 طائرات هليكوبتر، شو عملوا هم يعني؟ هل هذه الطائرات الخمسة اجت تحمل تنظف زبالة غزة مثلا؟ فالكيان الكاذب، والكذب بداية الانهيار. الجبهات المقاومة متواصلة وكلها تشترط، يعني سمعت السيد من اليوم الثاني للحرب قال هذه الجبهة لدعم غزة وهي تتبع اتباعا استراتيجيا لتعليمات غزة. فالمحور منسق والأهداف واضحة والأمور إن شاء الله بخير. نعم، إذا مدارس وكالة الأونروا في غزة كانت ولا تزال تمثل هدفا لآلة الحرب الإسرائيلية التي حولت معظم المدارس الأممية إلى مراكز قتل وتنكيل واعتقال للآلاف من النازحين. أكرم دلول والتفاصيل. لم تبقي إسرائيل قانونا دوليا إلا وقد سحقته آلة حربها في العدوان على قطاع غزة. حتى مدارس وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتي كانت تأوي نازحين ممن شردوا نتيجة الحرب الإسرائيلية وذهبوا لهذه المؤسسات الدولية باعتبارها مناطق آمنة، لم يسلموا من الاستهداف والاعتقال والقتل. هذه واحدة من مدارس مدينة خان يونس التابعة للأونروا، على هذه الشاكلة دمرت وحرقت في ظل العدوان الإسرائيلي، رغم أن راية المنظمة الدولية الأونروا والأمم المتحدة ترفرف على أسطحها. كل شيء هنا حرق ودمر على وقع المذبحة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. اعتقل جيش الاحتلال النازحين بمن فيهم نساء وأطفال في هذه المدرسة، كما هو حال كل المدارس التي كانت تأوي نازحين. تستبيح إسرائيل إذن كل المحرمات فتتعدى على أبسط القوانين الدولية والإنسانية. على هذه الشاكلة تمضي الحرب في غزة على مرأى العالم الذي ما زال مستمرا في صمته، صمت يعتبره الفلسطينيون جزءا من التواطؤ مع الجريمة الإسرائيلية. أكرم دلول من مدينة خان يونس، الميادين. دكتورة رنا، يعني تابعنا معا هذا التقرير، كيف تحولت مدارس وكالة الأونر وكانت هدفا لآلة الحرب، تحولت أيضا من مدارس لمراكز اعتقال وتعذيب لممارسة هذه الجرائم والوحشية الإسرائيلية. في الوقت هذا أيضا تلاحق إسرائيل حديث عن تهم ومذكرات اعتقال قد تطال المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو. إلى أي مدى يمكن التعويل على مثل هذه القرارات في حال صدرت بحق المسؤولين الإسرائيليين، وأي تأثير يمكن أن يكون لها؟ أولا اليوم استنادا إلى ما المشهد الذي قدمته عن مدارس الأونروا في غزة، المجلس الإنمائي للأمم المتحدة قدر إعادة أعمار غزة ب 30 إلى 40 مليار دولار، وهو ما يعتبر أنه الدمار الأكبر من بعد الحرب العالمية الثانية. أشرت إلى هذا الموضوع لأقول من بعد الحرب العالمية الثانية قامت الأمم المتحدة على رأس الأمم المتحدة أو منذ ضمنها محكمة العدل الدولية، ومن بعدها التحقت محكمة الجنائية الدولية، وكان الهدف منهم الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومعاقبة المجرمين لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وإلى ما هنالك. فنجد إذا كان هذا الدمار كله قد حصل في القرن 21 ونحن في عالم اليوم عدنا فيه إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، لنؤكد على انتهاك إسرائيل لكل المواثيق والقوانين الدولية ولكل المعاهدات الدولية التي مضت عليها والتي كرست نفسها كحامية لحقوق الإنسان وكضامنة للحريات في العالم، مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل اليوم
العامل الأول هو العامل النفسي بانتهاكها قواعد القانون الدولي والقيام بجرائم حرب. هي وضعت نفسها بالمجرم، وهذا تحول تاريخي من راعي للديمقراطية وللمظلومية في العالم إلى مجرمين سفاكين دماء قاتلي أطفال في العالم. وهذا ما تم التصويب عليه من معظم الأكاديميين ومن معظم الطلاب بالعالم ومعظم العالم الحر كما نقول عنه. لذلك اليوم التعويل اليوم بظل الضغط الأمريكي على هذه المحاكم الدولية، وقد رأينا أنه قامت الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة حق الفيتو أكثر من مرة بمجلس الأمن، قامت في المآونة الأخيرة بالضغط على محكمة الجنائية الدولية بعدم قيادة بنيامين نتنياهو إلى الحساب. وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل أن أصلا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد احترام هذه المحاكم الجنائية الدولية. لماذا لا تريد احترام هذه المحاكم الجنائية الدولية؟ لأنها هذه المحاكم دورها بتقويض الحصانات، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تريد القيام بحروب ولا تريد هناك من تقويض للحصانات الدبلوماسية على هؤلاء الرؤساء الذين يقومون بجرائم حرب. نعم. طيب دكتور عمر، يعني في ظل كل ذلك وهذه الجرائم الإسرائيلية، هناك احتجاجات للطلاب في الجامعات الأمريكية امتدت للدول الأوروبية تتصاعد، وهذه الاحتجاجات كشفت المزيد من زيف الادعاءات عن الحفاظ على حرية التعبير وحقوق الإنسان. يعني آخرها كان اعتقال نحو 50 متظاهر في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين عند مدخل معهد الفنون في شيكاغو، كان معظمهم من الطلاب. إلى أي مدى يمكن لهذه الحركات الطلابية أن تساهم في كسر هيمنة اللوبي الصهيوني والمناصرين له على مراكز صناعة القرار في الدول الغربية؟ نعود إلى حرب فيتنام وما كان من دور المظاهرات التي انطلقت في أمريكا وما يحصل الآن. الآن هي أنا أسميه الصيف الأمريكي أو الصيف الأوروبي الذي يمارسه الطلاب بثورة الشباب، ثورة عارمة تقود منطق، ولديهم بينات في ظل السوشيال ميديا. الآن العالم منفتح، يرون الجرائم أمامهم، وثورة الطلاب ثورة مستمرة بغض النظر عن رئيسة الجامعة نعمة رشيد أو غيره التي ساهمت في محاولة قمع ثورة الطلاب، إلا أن ثورة الطلاب مستمرة ومنسقة وستؤدي أكلها، امتدت إلى إسبانيا وألمانيا وحتى بريطانيا، فهنالك ثورة وتمتد وتتسع. هي أشبه ما تكون مع عدم المقاربة زي الربيع العربي. لكن الصيف الأمريكي الأوروبي سيحدث تغيرات، لأنه من في العالم لا يعرف العالم الفلسطيني الآن؟ من في العالم لا يعرف أن هنالك مجازر؟ كل هذا الحكي كان يتجاوزه نتنياهو بدعم جهتين، النظام السياسي العربي وعدم محاسبة العالم له. الآن العالم انكشف والنظام السياسي العربي انكفى. بدي أذكر أنه محكمة العدل العليا في قرارها، أكيد مش بأيار الحالي، ب1 نوفمبر 1930 محكمة العدل الدولية، شوف كيف الكيان اللقيط كان يتجاوز كل شيء، أصدرت محكمة العدل الدولية في 1 نوفمبر 1930 بعد تحقيقات لا مجال لتناولها كثير الكلام فيه، أصدرت إدانة للكيان اللقيط بعد أن بعثت لجنة بعد ثورة البراق 1929، صار هنالك ثورة تمكنت من الأرض الفلسطينية الفلسطينيين، فتدخل للأسف النظام السياسي العربي وضغط على الفلسطينيين وبعثوا محكمة العدل الدولية عندي أسماء أعضائها، وأصدرت قرار في 1 نوفمبر 1930 بأن حائط البراق هو حائط فلسطيني ولا مجال لليهود فيه. طيب. ولا ممارسة الذبح وإلى آخره. نعم. طيب دكتورة، أريد أن أختم معك أيضا، يعني هناك لقاء تضامني ربما تعتزمون عقده في لبنان لدعم فلسطين، ما التفاصيل يعني حول هذا اللقاء؟
طبعا معهد البحوث الابحاث الاجتماعيه الابحاث في معهد العلوم الاجتماعيه في الجامعه اللبنانيه بالتعاون مع التجمع الاكاديمي في لبنان لدعم فلسطين يقدم وقفه تضامنيه في 10 من ايار. الهدف من هذه الوقفه التضامنيه هو تحت عنوان التضامن الاكاديمي العالمي من اجل فلسطين، هدفه جمع الاكاديميين من جميع انحاء العالم، هناك من جميع الدول العالم، هناك من مصر، من لبنان، ليست فعاليه محليه ابدا، هناك الولايات المتحده الامريكيه، من كندا، من بلجيكا، من فرنسا، من الصين، من دول عربيه مختلفه دون ذكر اسماء قناص قصهوا اسما معينه، ولكن غالبيه الدول هي مشتركه في هذه الوقفه التضامنيه. هذا الدور، لماذا هذه الوقفه التضامنيه؟ لماذا هذه الوقفه التضامنيه اليوم؟ نريد الاشاره ان للاكاديمي دور كبير في نقل الواقع المأزوم، وخاصه هذا الواقع الذي دوره ينشط في الازمات والحروب. لماذا دوره ينشط في الازمات والحروب؟ لانه يعتبر الاكاديمي هو سفير لكلمة الحق، نتيجة المنطق ونتيجة الحجة ونتيجة العلم الذي يتمتع به، فهو يعتبر ناقل جيد لهذا المنطق، لإيصال هذا الحوار إلى معظم دول، إلى كل دول العالم، خاصة بظل هذا الوعي اليوم للطلاب وتوعية الطلاب حول القضية الفلسطينية، ويعتبر الأكاديميين هم في الصفوف الأمامية المقاتلين من أجل دعم هذه القضية، خاصة أيضا في ظل ما تعرض له أكاديميون في جامعات في الجامعات منعهم من وظائفهم، من اعتقالات لهم، من منعهم من السفر، وكل هذه الأعمال الذين يقومون بها. لذلك اليوم هذا التقارب، إذا نريد أن نقول، ما بين الأكاديميين وما بين الطلاب، اليوم هم الطلاب والأكاديميين هم في الصفوف الأمامية لدعم هذه القضية الفلسطينية. لذلك اليوم نحاول اليوم رص الصفوف من كامل الاختصاصات، سواء في التاريخ، في الجغرافيا، في السياسة، في الطب، في كل ما في كل هذه المجالات، لهؤلاء الأكاديميين لتوثيق ولكتابة تدوين وتقنين أفكارهم وتقديم هذه الأفكار وتقديم هذه الطروحات إلى المحافل الدولية وإلى المنابر الدولية وإلى المحاكم الجنائية الدولية لتوصيل الصوت. وهنا نريد أن نشدد أيضا على دور وسائل الإعلام في هذا الموضوع، وخاصة في ظل التكنولوجيا الحديثة، بينما الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الإعلام الحديث والتركيز عليه في نقل الصورة الواضحة والصحيحة التي اليوم من وراء هذه الصورة وأنتم السباقون فيها قامت هذه المظاهرات في كل دول العالم نتيجة النقل الصحيح والموضوعية، رغم كل التضييقات على وسائل الإعلام التقليدية وحتى الرقمية في نقل حقيقة ما يجري في غزة. شكرا جزيلا لك دكتورة رنا شكر، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والعضو في التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين، على وجودك معنا. كل الشكر لك أيضا دكتور عمر الحامد الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا من العاصمة الأردنية عمان. وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.